Now I ask all members to rise for a moment of silence in their memory. يحيي الأمريكيون هذه الذكرى الأليمة، ذكرى اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يوم 6 يناير. وبعد مرور عام على ذلك الحدث، جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى المكان ذاته للتعبير عن إدانتهم لمجرى ذلك اليوم والكشف عمن يتحمل مسؤوليته. هذه هي الحقيقة. الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية خلق ونشر شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020، وقام بذلك لأنه يفضل السلطة على المبادئ، ولأنه يرى أن مصالحه أهم من مصالح أمريكا، ولأن كبرياءه الجريح أهم بالنسبة له من ديمقراطيتنا ودستورنا. ولكن هناك من المحللين من يرى أن هناك أطراف أخرى يجب أن يتم توجيه اللوم لها، وذلك للعبها دورا هاما في أحداث 6 يناير. الجمهوريون في الكونغرس خانوا القسم الذي أدوه ولم يحاسبوا الفرع التنفيذي لحكومتنا خلال فترة حكم ترامب، ونتيجة ذلك هو ما نراه اليوم. على الجانب الآخر، لا يزال مناصرو ترامب ثابتين على موقفهم الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، ويعتبرون ما قاموا به يوم 6 يناير 2011 مبررا. أنا فخور بأننا وقفنا في وجه ما نعتبرها انتخابات غير شفافة، وسعيد بأننا جعلنا صوتنا مسموعا، ولكني لست سعيدا بالعنف الذي جرى. ويعكس هذا الموقف مدى عمق الاستقطابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي جعلت بعض المراقبين يحذرون من كون الولايات المتحدة على شفا حرب أهلية. الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أكدا في خطابهما في الذكرى الأولى لأحداث 6 يناير على أهمية حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة، ولكن قد يكون ذلك صعب المنال، وذلك بسبب غياب المفهوم المشترك للديمقراطية في ظل الانقسام العميق داخل المجتمع الأمريكي. سهير الشاعر، قناة الغد، واشنطن.